كان لي شرف أن أدير مباراة الأهلي والزمالك لمرتين. سبق ذلك طبعا كان لي أمنية كبيرة بأن أزور مصر التي أحببتها من خلال إعلامها وفنها ورياضتها. طبعا تتالت الأحداث أو الأيام، وفوجئت الحقيقة بفاكس من الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب من نظيري السوري أن أكون على رأس طاقم التحكيم. يعني طبعا بلا شك مباراة الأهلي والزمالك مباراة تعتبر مباراة صعبة، لأنها بحد ذاتها هي منافسة، وأعتقد هي أهم كلاسيكو على المستوى العربي وخاصة في تلك الآونة، وبالتالي تحظى بجماهيرية كبيرة ليست في مصر وحدها وإنما على كل امتداد الوطن العربي محيطه إلى الخليج. طبعا تحدثت بأن هذه مباراة مهمة، أنا أقدر بأن الفوز مهم بالنسبة لكلا الطرفين. طبعا اللاعبون لم يكن يعني مكترثين، كانت الأعصاب متوترة قليلا. طبعا أنا كانت عبارة عن فاتحة ليتم عملية حوار بيني وبين اللاعبين قبل أن نبدأ المباراة. طبعا بدأت المباراة بصافرة البداية بعد دقيقة ونصف تماما تقريبا، وهذه صافرة التي تلت صافرة البداية. كرة طويلة من لاعبي الأهلي في ظهر مدافعي الزمالك، يقوم لاعب نبيل محمود بجذب أحد لاعبي المهاجمين لفريق الأهلي من القميص من الخلف خارج منطقة الجزاء، وبالتالي يسقط. قرار مبكر وصعب، وصعب جدا على طاقم التحكيم. طبعا كنا حريصين لأن المباراة فيها حساسية كبيرة جدا، وبالتالي كنا حريصين على كل خطوة وكل تصرف من تصرفاتنا حتى طبعا نعطي انطباع كامل على حيادية طاقم التحكيم. مباراة لها ذكريات كثيرة جدا مع لاعبين، مع الحكام، مع الجماهير، مع كل أطراف وكل منظومة كرة القدم. بالنسبة لي أنا عندي ذكرياتي مع مباراة الأهلي والزمالك اللي أقيمت يوم 27 من شهر مارس، من شهر فبراير بالتحديد عام 1996. أنا وقتها كنت راجع من كأس الأمم الأفريقية وكنت محقق نجاحات كبيرة، وكانت مباراة الأهلي والزمالك قريب. تم تكليفي بإدارة هذه المباراة بعد غياب كبير جدا لمدة مثلا حوالي 20 سنة للتحكيم المصري عن إدارة هذه المباراة. بالنسبة لي كان الحمل تقيل جدا أني أنا مطلوب مني أنجح الأول في إدارة المباراة، ثم أساعد في عودة الثقة للتحكيم المصري لإدارة هذه المباريات مرة أخرى. المهم المباراة مشيت بشكل كويس جدا. حصل موقف كان في فيليكس مهاجم النادي الأهلي، مدحت عبد الهادي نجم نادي الزمالك، اشتبكوا مع بعض، وقفت المباراة. كانت فرصة بالنسبة لي أن أحكم قبضة يدي على المباراة. جبت الاثنين حذرتهم بشكل قوي جدا، كان في ميكروفون محطوط تحتية انا مش واخد بالي، والصوت انتقل للجميع، والجميع كانت بالنسبه له لفته او اشاد بهذا التصرف، ان هذا التصرف اعطاني بعد كده القوه واعطاني الاريحيه في اداره المباراه اللي انتهت بالتعادل 0-0 في هذا التوقيت. انا بقول كده ليه؟ بقول كده لاني انا ادعم التحكيم المصري لمباراه الاهلي والزمالك دائما. مباراه القمه، مباراه الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، بالنسبه لي انا هكون مختلف عن اي حد. ليه بقى؟ انا حضرتها مع والدي الله يرحمه اما كان ادار المباراه دي، وبعد كده حضرتها من كنت في طاقم حكام مع طاقم حكام تركي هو بيدير المباراه. وانا صغير ساعتها كان والدي بيدير المباراه، ولعب مباراه شهيره جدا وخلصت على خير الحمد لله بدون مشاكل، وكنت لسه ساعتها صغير بقى. وفي المباراه دي كسب احد الفريقين. المباراه الثانيه بقى انا كنت ساعتها مع طاقم حكام تركي، وكانت مباراه كانت قوية جدا، وكان فيها فاز النادي الأهلي، بس كانت فيها أحداث غريبة جدا. وأنا بقى كنت لسه طالع، وكنت كان هنا مدير الكورة كابتن إبراهيم يوسف الله يرحمه، والناحية التانية كابتن ثابت البطل الله يرحمه. والأول مرة وأنا في المباراة دي ألاقي الاتنين مديرين الكورة الاتنين ما كانوش متفقين على الحكم التركي. المباراة صعبة جدا جدا، وخلصت بأحداثها الحاجات الحلوة والحاجات الوحشة، بس أكيد إن شاء الله مباراة القمة القادمة بإذن الله تبقى مباراة حلوة بقيادة طاقم حكام مصري بإذن الله. عندنا كل الحكام المصريين مؤهلين. Greetings to all my friends in Cairo and in Egypt. A particular derby 40 years ago was one of the most memorable games in which I officiated.
First of all, being an Englishman, being invited to referee such an important game was a privilege. And so I looked forward to the game immensely, because in a sense, I was out of my comfort zone refereeing a big derby match in Egypt. But I prepared well for the game along with two English colleagues, and we spent a few days enjoying life in and around Cairo. We visited the Sphinx, and we visited Tutankhamun, but then we had to concentrate on the game between two world famous teams, where the rivalry, as I discovered, was absolutely intense in front of a capacity crowd of something like over 100,000 supporters. And the atmosphere was absolutely unbelievable in what was then known as the Nasser Stadium. I was by that time, by 1980, quite experienced at international level, so the game held no real qualms for me. The game was tough in my native language. See, my style of refereeing in that type of game was a preventative, how appreciative both clubs were. So even though it was 40 years ago, I still have very fond memories of a trouble-free game, and hopefully look forward one day to coming back to Cairo to witnessing a derby match again, but this time from the tribune and not on the pitch.